المقبرة مكان مقدس، مكان للحياة وللموت. فإذا بما يخص الحياة الأبدية، بما يخص الله، فهذا إهانة على البشرية وعلى الله تعالى مع الأسف. فنحن نطلب أن يتوقف هؤلاء من هذا العمل، وخصوصا نطلب من البوليس أن يتحرك. وهذا هو الحدث الثالث الذي تم في هذا الدير قبل سنة، قبل سنتين، وقبل أيضا قبل 20 سنة. فكفى كفى كفى، يجب على البوليس أن يأخذوا الإجراءات حتى الناس يوقفوا من هذه الأعمال.